العام صعيب شويه، احنا في ديسمبر ما تصورش كان عشتوا معناها درجه الحراره المرتفعه هذه في شهر ديسمبر. يقولوا الخبراء اللي من عام 54 ما صارتش السخانه هذه. احنا ماناش خايفين من قله المطر بقدر ما انا خايفين من السخانه. السخانه هي اللي تنجم تبعثر معناها السير العادي الفيزيولوجي للنبته. يلزمها النبتة بطبيعة الحال يجاه البرد باش تدخل في السبات نتاعها، باش بعد كي يجي الربيع الديماري في أحسن الحالات نتاعها. دونك نقص الأمطار الحمد لله يا ربي، توا المنطقة هذه معروفة معنا من الزراعة الكبرى. القمح البدري الحمد لله مانع شوية، بون في انتظار الأمطار إن شاء الله ربي سهل. من 2008-2009 بدات تدهور نوعية وكمية مياه الري، ولا المشكلة في البومباج، ولا ما عادش نوعية المياه تعكرت، ما عدناش نستعملوا زراعات بالقطرة قطرة. وبعد تراكبت المشاكل هذه اللي وصلنا تو اللي نقص الكبير في السدود أثر علينا سلبا، ولينا نزقوا بالكوتا تقريبا، نزقوا من أواخر مارس حتى لجويلية، وثم سنوات تعلمنا إدارة الفلاحة اللي يمنع استعمال مياه الري جملة كما السنة هذه. المنطقة هذه كما قلنا هي منطقة سقوية، نعتمد فيها من الري من واد مجردة مش من البراج. دونك الكاليتي ديجا متاع الماء متاع اللي نسقيو بها فيها برشا مشاكل، منها برشا ميلوسي، منها الملوحة متاعها في الصيف، ومنها اهتراء شبكة الري بصفة عامة. انحباس الأمطار هذه في شهر الشتاء خاصة باش يأثر بطبيعة الحال على توفير المنتوجات في آخر الفصل معناها الزراعي. إذا كي يبدا العرض نتاع الفلاح ديجا ناقص، العرض في اسواق الجمله واسواق التفصيل يبدا ناقص، دونك فما اختلال ما بين عرض وطلب سيؤدي حتميا الى ارتفاع الاسعار لدى المستهلك. البدائل الحينيه يلزم باش نحافظوا على منظومه على الاشجار، وعلى يلزم الزراعات اللي مستغل الكميات كبيره من الماء واللي مشي استراتيجيه، ومع يلزم نقصوا منها الماكسيموم. اذا ما نحبسوهاش يلزم نقصوا منها، مثلا القرعيات بصفه عامه، مثلا زراعات الطماطم التحويلي المعده بالخصوص للتصدير كيما طماطم بيلي وغيرها اللي الشعب التونسي ما ياكلهاش، وكلها مصدره من المفروض اللي يمنعوها في الوقت الحاضر، والكميه الماء هذيك تدور ننقذوا بها الموسم الزراعي هذا في الحبوب، ننقذوا بها الموسم اللي في السكري والاشجار. الاحتباس الحراري هو اشكاليه معناها عالميه، بالرغم اللي احنا ما نمثلوش الملوث رقم واحد في العالم، احنا من ملوثين صغار مقارنه بالولايات المتحده الامريكيه وبملوث الثاني اللي هو الصين الشعبيه. دونك احنا من منطلقنا نحاولوا باش ديجا نثمنوا اكل طرف الموارد المائيه اللي مازالت قاعده تنا. كيفاش نثمنوهم هذوما؟ دونك يلزمنا نعتمدوا على تقنيات نتاع ري قطره قطره، نعتمدوا على غراسه معناها انواع نتاع خضروات ولا انواع نتاع اشجار مشمه اللي ما تكونش هي معناها متعطشه ولا تستهلك برشا كميات نتاع امطار، باش ديجا نحافظوا على لو بو اللي مازال نتاع الموارد المائيه نتاعنا. ونجموا زاده نتغذاو معناها على التسميد الصناعي، يقولوا احنا بماده لامونيتر والدي ابي، ونمشيو اكثر للتسميد بالمواد العضويه. المواد العضويه اللي ماهيش ملوثه هي بطبيعتها المواد المائيه نتاعنا والنفرياتيك نتاعنا، واللي باش تمكننا باش نخلطوا معناها باش نقدموا منتوج اللي يكون معناها اقل خطر على صحه الانسان. Thank you.